صباح عليكم مشاهدينا وما بتكونوا عم بتتابعونا، وبرحب فيكم وبدعيكم لتحضروا حلقه جديده من كافي بريك. اليوم اكيد الجمعه 31 كانون الاول 2021، اخر نهار بالسنه. مثل ما بتعرفوا كثير منكم اكيد مشغولين، شو بدهم يمضوا الليله، كيف بدهم يمضوها، وبدهم يتعشوا، شو بدهم يسهروا. بتمنى لكم اكيد من عبر منبر قناه مريم تي في تكون ليلتكم هادئه، سلام اكيد والطمانينه والمحبه تعمر كل قلوبكم. وبصبح على ساميه اليوم عم تشاركني بحلقه اخر نهار بالسنه من كافي بريك. كيفك ساميا؟ موجود نجيب، خليني صبح عليك وعلى المشاهدين، قل لهم حلقتنا اليوم مميزه بامتياز، فيها رح نودع ال 21 ورح نستقبل نحن وياهم سنه 2022. اكيد دغري ركضت هيدي السنه بسرعه، ابدا 2021 ان شاء الله تكون 2022 احسن من غيرها. اللي قطعت. لما نبلش نتاخر عليهم سام، رح نبلش معك باول فقره اكيد اللي هي كاونت داون. بأول فقرة كاونت داون اللي هي فقرة مميزة كمان لهيدي الحلقة المميزة، رح نكون هيك عم نخبر العالم، نعرفهم على أهم أو أبرز البلاد، كيف كل بلد بيعمل هيك آخر لحظات قبل ما تصير الساعة 12 وبيستقبلوا السنة الجديدة. بحس كل بلد مختلف يمكن عن الثاني، هات لنشوف. أكيد كل حدا عنده شيء هيك مميز، فنحن اخترنا أبرزهم. خلينا نقول أي أول بلد بتصير عنده الساعة 12 وبيحتفل بيه السنة الجديدة اللي هي سيدني اللي بتوقع بيه أستراليا. سيدني هو أول بلد بيعلن عن بداية السنة الجديدة باحتفالات كبيرة، أكيد بيطلق الألعاب النارية، بيعملوا عرض ميناء النور. حلو كتير. آخر دولة هي جزيرة ساموا بأمريكا. آخر وحدة هي آخر وحدة بتعلن أنه صارت الساعة 12. منكمل منخبركن عن ريو دي جانيرو بالبرازيل اللي هو فيه أمر لا ينسى أكيد، من ألعاب نارية، من أجواء احتفالية، من مشهد رائع على أشهر شاطئ بالعالم بالبرازيل. هناك بيتحول هذا الشاطئ لحفل بيستمر كل النهار، يعني مش بس على الساعة 12. عنا مسارح، عروض موسيقية، عنا تقاليد أنه كلهم لازم يلبسوا اللون الأبيض، وبيعج أكيد الشاطئ بأكثر من مليوني شخص. مهضوم الفكرة، إيه أنه على الشاطئ بيعملوها وكلهم لازم يكونوا لابسين أبيض. تام يعني للثياب. إيه حلو. منروح على تايمز سكوير بنيويورك اللي اكيد عندنا مليون شخص من الحاضرين بيكونوا بهديك الساحه، وعندنا مليار شخص بانحاء العالم بيكونوا عم يحضروا عبر التي في او عم بيسمعوا عن الراديو، بيكونوا عم يشاهدوا عندهم هبوط هيك كره مميزه بالساحه، عندهم عروض موسيقيه، عندنا كبار النجوم بيكونوا عم بيغنوا، عندنا العاب اكيد ناريه، والنوادي بتكون عم بتضج بالحفلات اكيد الموسيقى الضخمه. تمام. منروح لبرلين وخاصة لبوابة برلين اللي بيتحول الشارع لصالة ديسكو إذا فينا نقول، فصالة ديسكو عرضة، عنا عروض ليزر، عنا عروض ضوئية، وأكيد عنا فنانين بيجوا لحتى يغنوا. صح، حلو يعني كل بلد اختلف عن الثاني. صح، فقد ايه حلو كيف كل بلد بيعمل شيء، يعني هي كلها ليلة بهالعمق بهالسنة قصدي، فخلينا نحتفل فيها على المضبوط. منروح لطوكيو، طوكيو هو بيعتمد العد التقليدي، فبيبلش بس يعد بعد بيكون برات محطة القطار، وعندهم عادة انه يكونوا عم بيتفقدوا ضريح معين. حلو، فهيدي من عاداتهم بتختلف شوي عن عادات باقي البلاد. كمان. صحيح. لندن بيتبعوا توقيت جرينتش، فحسب توقيت جرينتش ببلشوا هن يعدوا وبتصير عندهم الساعة 12. شي 3 ساعات مأخرين. مش كتير. آسيا وخاصة بانكوك بتحتفل 3 مرات بهيدا الحفل، بتحتفل مرة حسب العام الغربي، مرة عام صيني ومرة عام تايلاندي، بمد بين جانيوري وابريل، بيحتفلوا فيه 3 مرات لعيد راس السنة. أول مرة بعرف مرة واحدة. مرات نفس الدولة يعني. إيه نفس الدولة 3 مرات بحسب كل هيدول. عنا باريس ببلش من الساعة 9 الاحتفال، ما بينتروا لل 12، من 9 دغري أكيد حول تور إيفل، ليكون في عرض ضخم للألعاب النارية واحتفال بيعتبر راقي ورومانسي، خاصة أن تور إيفل بيعتبر هو محل للرومانسية. أكيد باغي هيدي كده مدينة الحب الرومانسية. فالحفل هناك عبارة عن رومانسية وكله رقي وهيك، بيختلف كمان عن غير بلاد. شو حلو، يعني عن جد كل بلد بيختلف، وإن شاء الله تكون هيدي الليلة عن جد كلها سلام، كلها يعيدوها الناس هيك بمحبه وما يكون في شيء سيء يصير يعني، وهيك نفوت سوري نفوت بسنه 2022 سنه هيك كلها امل وتكمل الامال، مش بس انه بس هالنهار يكون حلو وخلص. اكيد كل القرارات اللي نخدها تكون تصب بخانتنا الشخصيه، هدفنا المصلحه اكيد.
خلينا نكمل عن لاس فيغاس اللي هي بيصير فيها احتفال ضخم، عروض صوت، بيصير عنا عروض ضوء، عنا عدد من النوادي بتعمل حفلات بتسمى بالجنون لهالدرجة، بتكون الحفلات فيها صاخبة لاس فيغاس. حبيت يعني كله كله موسيقى ورقص و... صح، اصلا لاس فيغاس بالايام العاديه يعني معروفه. هي صاخبه، كيف راس السنه مش حتعمل يعني شيء مهم ما صح بيصير. اكيد. يعني مهضومين الكاونت داون تبعك ساميه، كيف كل دوله اكيد عم تحتفل على طريقتها، وكمان لبنان نحن بنحتفل على طريقتنا لو انه هيك شوي محدود اللي كل صحيح، بس المصادر. نعمل شيء حلو. اكيد. وهلا بننتقل لريكاب، بدنا نعرف انا وياكي سامي مع المشاهدين شو صار ب 2021، وهلا بنتوقف مع الفقره الثانيه ريكاب 2021. بالريكاب 2021 هيك حبيت استعرض كم حدث صاروا بالعالم العربي بلبنان وحتى بالعالم. رح بلش اول شيء مع النساء اللي كلنا بنفتخر فيهم. صحيح. نساء رائدات حوالي العالم، اكيد رح نستعرض صورهم وكيف تبوأت مناصب إدارية أو وزارية بالعالم. رح نبلش بكامالا هاريس اللي تولت منصب نائبة رئيس الولايات المتحدة بجانيوري أول السنة عام 2021، لتكون أول امرأة من أصل أسود وجنوب آسيوي بتشغل منصب نائب الرئيس بالتاريخ الأمريكي. قد إيه كانت أول شخص. مظبوط. أصبحت ناجوزي أوكونغو إيوالا، إن شاء الله عم بلفظ اسمها صح، بآذار 2021 أول امرأة إفريقية بتقود منظمة التجارة العالمية منذ تأسيسها عام 95، حيث شغلت سابقا منصب وزيرة المالية ووزيرة الخارجية النيجيرية. في عنا أكيد بالسعودية نشرت الأجهزة الأمن السعودي وحدات نسائية، بتعرفي بالمملكة العربية السعودية ما كتير النساء عندهم صلاحيات. السيطرة والصلاحية، نشروا وحدات نسائية شرطة، صارت شرطية المرأة عندهم بالحرم المكي لضمان أمن المعتمرين خلالها بنيسان 2021 بأول عملية من نوعها، حيث ظهرت شرطيات بزي عسكري أمام الكعبة بينما يؤدي المعتمرون مناسكهم بالحرم المكي. هي بيعتبر إنجاز لأنه إنجاز أكيد. النساء بالسعودية هيك ما عندهم كتير صلاحيات، كمان غير أنه سائق السيارة كمان بلشت تقود السيارة. بسابقة تاريخية بالعالم العربي كمان، تولت نجلاء بودن رمضان رئيسة الحكومة بتونس بعدما كلف الرئيس قايس سعيد بتشكيل الحكومة الجديدة يوم 24 أيلول سبتمبر 2021، لتكون أول امرأة بتشغل هذا المنصب مش بس بتونس بس بالعالم العربي. عينت منظمة الصحة العالمية الدكتورة إيوادا ألاكيغا مبعوثة خاصة للمنظمة معنية بمبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد 19 ب 16، يعني من كم يوم 16 كانون الأول، لتساعد بقيادة الجهود الجماعية الرامية إلى حشد ودعم الموارد بالأكيد بخصوصي لكوفيد 19. وبالشهر ذاته كمان ساميه منح برنامج الامم المتحده للبيئه جلاديس كاليما زيكوسوكا من اوغندا، هو الاسلام غريب شوي ان شاء الله كنا عم نقولها صح، اعلى وسام بفئه العلوم والابتكار بصفتها اول طبيبه بيطريه للحياه البريه بهيئه الحياه البريه الاوغنديه. قد ايه حلو. كثير حلو عن جد، اصل اسود واول مره حسب العالم العربي كمان اول مره رئيس حكومة بتكون صحيح. إدارة. وأكيد ما فينا ننسى لبنان اللي حبيت أذكره بحاملة الأثقال اللبنانية الأمريكية الأصل، اللبنانية الأصل الأمريكية المنشأ، محاسن حلا فتوح لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية بطوكيو، لتكون أول امرأة كمان عربية وعالمية على الإطلاق بتمثل لبنان برفع أثقال الأولمبية. يعني كمان للبنان كان عنا حيز من النساء اللي دايما عم بنشوف حالنا بشبابنا واكيد صبايانا، هودي النساء اللي كانوا اكيد ب 2021. بدنا نحكي هيك شوي متفرقات على السريع شو صار ب 2021. اقامت روسيا اول حفل زفاف ملكي لها منذ اكثر من قرن يوم 2 تشرين الاول لسليل عائله القياصر الروس، عقد الدوق الاكبر جورج ميخائيلوفيتش رومانوف وخطيبته ريبيكا قرانه بحفل وصف بانه الاكثر بذل خلال هذا العام، كان اول مره باخر سليل يعني سليل تبعوا الملكيه عائله الملكيه تزوج هو هذا الدوق الاكبر اكيد بروسيا. ما ننسى اكيد باكسبو دبي بدبي اكيد لما هذا الاكسبو اللي كان كثير مهم وضج فيه العالم هيدا السنه. صح اكيد، المعرض الدولي الضخم اكسبو دبي 2020 اللي تاجل بسبب فيروس صحيح. كورونا بدبي، كان حديث وسائل التواصل الاجتماعي بكافه منصاته، مشاركه اكثر من 190 دوله بمعروضاتها، ثقافتها، ابتكاراتها، دخل اجنحه مدهشه لكل العالم كمان ومنه لبنان، لجذب 25 مليون زائر خلال الاشهر السته المحدده للمعرض، كان ست اشهر بس. صحيح. لتعزيز السياحه والاستثمار بالاماره، انفقت حكومه دبي 7 مليار دولار على هذا الحدث. مبلغ كبير بس بيستحق ان شاء الله اكيد تكون صحيح مشهور. بمصر اكيد هالضجه اللي جنحت سفينه ايفر جيفن بقناه السويس
سفينه سكرت مضيق قناه السويس اذا بذاكره، وضجت وزاره التواصل الاجتماعي مزبوط. فيها واغلقت القناه حتى تم اطلاق السفينه الجانحه، حاله اعلاميه من الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي لاهميه هذا الممر على حركه التجاره العالميه، سكرت لكم كم ساعه ورجعت انفتحت، عملت اكيد بلبله كل الاخبار صحيح. حكت عنها. كمان بمصر لما عملوا نقلوا المومياءات الماميز الملكيه من المتحف المصري للمتحف الحضارات بحي مصر القديمه، وشاهد خلاله العالم كله مرور الموكب الملكي الفرعوني اللي عم بيجوب شوارع القاهره، مومياءات اربع ملكات فرعونيه و18 ملك على مسافه 7 كيلومتر راحوا مشي عرض، وصولا للمتحف القومي للحضاره المصريه، وجاوب العالم كله. كان كثير حلو اكيد، وحدث مهم انه بالنسبه لهم عم ينقلوا المومياء من محل الثقافه المصريه كيف بالفرعون. اخر شيء نحكي شوي سريعا عن الابديتس التكنولوجيا اللي صارت، اهم ما تعطل 6 ساعات تطبيقات فيسبوك انستغرام وواتساب، وكلنا قعدنا بلا وسائل التواصل الاجتماعي لمدة 6 ساعات، أزمة لمليارات المستخدمين اللي اعتمدوا عليهم ب5 تشرين أول 2021، توقفت كل المنصات فيسبوك انستغرام واتساب، وهيدا أكيد استمر أكثر من 6 ساعات وتكلف خسارة لشركة فيسبوك بملايين الدولارات. كمان متى فيسبوك جمعت مؤسسة متى لمارك زوكربيرج لأطلقها لجمع تطبيقات فيسبوك تحت علامة تجارية واحدة تحت وان أمبريلا مثل ما فينا نقول، بتركز على مساعدة رواد العالم الافتراضي على التواصل والتعاون والتنمية. وآخر شيء كمان مايكروسوفت أطلقت ويندوز 10 ويندوز 11 أبديتس جديدة لإلون مناسبة لكل الشخص اللي منهم مستعدين أكيد لويندوز 10 بتشرين الثاني 2021. يعني بتحسي سامي 2021 كانت كتير صاخبة بالإنجازات صحيح، كبرواق رائدات نساء يعني أنثى تتبوأ مناصب إدارية وسياسية وكمان أشياء تكنولوجية وأشياء ثقافية وإنجازات أكيد يرفع الراس أكيد، وأكيد للبنان كان عنده حيز ما فينا ننسى لبنان أكيد ما فينا ننسى، فلح نغض النظر عن كل السلبيات ونذكر بس الإيجابيات اللي صارت بلبنان ب 2021. خلينا نقول الحدث اللي ضج في لبنان اللي هو بطريق عناية ما بدأ بنزين، هذا الحدث اللي صار إحياء مسيرة ب 25 أيلول أكيد 2021. الفكرة من هيدي المسيرة هو نكون عم نحط أزمة لبنان بين أيادي مار شربي اللي أكيد عجيب وتخطط العالم مش بس لبنان. لارا نون هي صاحبة هيدا الفكرة، جابت هيدا الفكرة من وراء جملة كتبتها سيدة على السوشيال ميديا، فقررت تكون عم تعمل هيدا المسيرة وشارك فيها عدد كبير من العالم. حلو. انطلقوا من الجبال أكيد مشي على الأقدام ووصلوا لعنايا، فقد ايه حلو عن جد. دايما مار شربي اللي هو شفينا لأكلنا أكيد صحيح. عم بحرسنا. خبرنا تاني ديني كمان عن كارلو بيناتنا اللي وصلوا ذخائر الطباوي كارلو للبنان وزاروا كل المناطق اللبنانية أكيد مع هيك تكريم واستقبال كتير حلو، برموا الذخائر كل أرجاء لبنان أكيد. الطباوي الشاب اللي صار طباوي كارلو أكوتاس أكيد نحن كلنا منصلي له ومنشوف حالنا صحيح. أنه إن شاء الله نحن نكون عم نقدر نمشي على نفس الدرب رغم صغر عمرنا أكيد. مزبوط. عنا كمان شيء ملفت انه ب 2021 وصلت اذا فينا نقول اول شاحنه للقاح كورونا ب 2021، فهذا الشيء اللي وضجت احتفلنا فيها لكن شيء ايجابي اكيد من بعد هذا المرض لازم اكيد نكون عم ناخذ الفاكسان. والشيء السلبي انه هلا صار عنا متحور من هيدا الاوميكرون ان شاء الله. احتفلت مؤسسة اسمها تكريم بإنجازات 10 رواد ومنظمات من العالم العربي لإبداعاتهم بمجالات ثقافة العلوم البيئة الاقتصاد بحفل أقيم ببيروت. عنا عيد الميلاد هذه السنة كان مميز مثل ما خبرنا العالم قبل، خلينا نرجع نذكرهم خاصة منطقة البترون اللي هي سميت بعاصمة الميلاد، فكمان للميلاد كان عنده حيز وكان حلو به هيدا العيد. خلينا نخبر عن أنطوني مرشاك. أنطوني مرشاك اللي هو مقدم برامج مخرج وبروديوسر اللي هو هلأ عم يعمل أفلام قصيرة لحاله، فوصلوا أفلام وعم يوصلوا أغلبيتهم لمهرجانات العالم، وواحد منهم اسمه بيروت أفتر 40. هذا الفيلم اللي وثق فيه لحظات انفجار مرفأ بيروت 4 آب، وصل هذا الفيلم للوس أنجلوس اللي فاز هناك بالجائزة لبرودواي، أخذ شهادة تقدير ونعرض ببورتلاند. أما شركة يونيفرسال فاختارت له فيلمه من بين 300 فيلم لحتى تكون عم تعرضه على تطبيقه، فقديه حلو يعني شيء بيرفع الراس شباب هيك مثل عمرنا صحيح. الشباب عم بيشوف نشوف الحال فيهم بيرفعوا اسم لبنان بالعالم ويمثلونا برا. وصحيح مزبوط.
عنا تكريم لمحطة لبنانية اللي هي الام تي في بي واشنطن، صارت بثمانية كانون الاول، تكرمت لمواقفها الوطنية والشجاعة الرائدة بعالم الحرية والاعلام. فكمان نحن بنفتخر انه عنا محطات عم تضل شجاعة وتحكي باسم الاعلام الحر. صح، منكمل ومنقول عن حدث مس لبنان اللي هو كل سنة بيصير هذا الحدث، بس للأسف من وراء ظروف كورونا فالحدث من 2018 ما صار، وبعدها مايا رعايدة هي الملكة من 2018 لحديت هلأ، وكان كل سنة يصير مس يونيفرس وللأسف ما يكون متأجل. عنا ملكة من لبنان تكون عم تمثل بلدنا برا. اكيد كان مس لبنان او مستر لبنان بتقولي عنه بعد شوي، انه صحيح اللي بنشوف الحال فيه اللي بيرفع اسم لبنان بالعالم، بالعالم اجمع يعني، وهن بيكونوا وجه لبنان الحضاري والثقافي، بينقلوا كل حضاره وثقافه لبنان لبرا ليفرجوا لبنان قد ايه هو بلد حضاري بامتياز. فنحن بهمنا انه يطلع عنا كل سنه شاب وصبيه يمثلوا بلدنا، يفرجوا الصوره الحلوه مش بس ان كان جمال ان كان ثقافيا، يخبروا عن بلدنا صح، قد يفرجوا ايه الشاب حلو. اللبناني صحيح، كيف عنده قدرات يوصلها للعالم. فهالسنه صار في مستر لبنان كمان بعد وقت، والشاب اللي ربح هو هادي فخر الدين، فان شاء الله يكون عم بيقدر يمثل لبنان برا. يعني ان شاء الله يكونوا قدرنا حصرنا 2021 انا وانت وساميه مع المشاهدين، فرجناهم شو اللي صار كان لبنان او برا. اكيد لدي الوقت ما قدرنا نكفي كل الاحداث الحلوه اللي صارت، وبتامل اكيد 2022 تكون احسن بكثير من أكيد. اللي مضى. في خبريه بنقلها عنها للمشاهدين انا وساميه، شو عن نزلنا انا وساميه على الشارع صحيح، كيناهم وعملنا مقابله مع العالم اللي هي فوكس بوب، سالناهم كم سؤال هلا رح تكونوا عم تحضروا يعني شو حلو بهذا. انه شفنا الناس على ارض الواقع كيف صحيح، بتتمنى ل 2021 وشو الصفات هيك بتحب تغيرها بحالها بال 2022. رح نتوقف مع هالتقرير مع هذا الفوكس بوب. شو رايك بالسنه اللي قطعت وشو بتقولي عن السنه اللي جايه رح تكون احسن؟ بنقول ان شاء الله تكون احسن، بنصلي لتكون احسن لانه اللي قطعت رهيبه ان شاء الله. سنة شو بدنا نقول يعني، ما مش سنة هيدي يعني، مش تعتير أكثر من هيك ما في. ولا بتمنى إنه تتحسن الأحوال، أوكي، لحتى نعرف نجي على لبنان ونعيش بأمان. اخترب البلد كله. ما عندك أمل هيك بالسنة الجديدة؟ أبداً، صرنا تحت الأرض. لك متأملين سنة جديدة أحسن، على طول لازم. عندنا أمل بالموت أحسن شيء. سنة زفت. تأثير يا عمي، يعني تأثير. تأثير. منا السلام للبنان وتغير أحوال الناس. نتمنى تكون السنة كلها بألف خير لنا وللعالم كله. أوه بتجنن. بتجنن. مرتي بالمرة. عندكم أمل معقول بالسنة الجديدة يتحسن أو للأسوأ؟ ما بعتقد، ما في أمل. إن شاء الله خير. إن شاء الله خير. جنة غير شكل. بحياتنا ما شفنا هيدا. عندك أمل بالسنة الجديدة؟ ولا 0%. السنة اللي قطعت يعني شو بدي اقول لك، كثير صعبة، كثير صعبة، تنذكر ما تنعاد. سنة بهدلة. كان صعب كثير علينا صراحة. مشاهدينا هيدا كانت الفوكس بوب اللي عملناها من الطريق، ومثل ما شفنا الواقع اللبناني الأليم، بس يا رب أكيد بقدرة ربنا ويسوع والعذراء يحسن الأوضاع بلبنان، وهيك بس بدنا نعمل سنة الجائزة على راد فوكس بوب على الطريق، كل اللبنانيين يقولوا لنا فرحانين إن شاء الله. يعني كتير حلو سامية، شي بكبر القلب عن جد، قد ايه انبسطنا أنا وياك لما شفنا هالعالم اللي بيشبهونا. صحيح، وردة فعلهم للسنة إن كان من آمال إيجابية وإن كان من سلبيات، بس إنه أخذنا آراء كل العالم قدرنا ناخذ يعني بخضم هالأزمات. ما بنتمنى للبناني كلنا يعني منا وجر يكون عم بيعيش بلبنان. قبل ما نختم حلقتنا عن نيو يير بالاحرى 2021، هيك شويه ريزوليوشن على السريع معك ساميه، شو بتخبرينا؟ هيك بنات العالم افكار للي بعد ما عندها ريزوليوشن لكنسله، هيك تكون عم تاخذ افكار لحتى اكيد تحسن بحالها وتمشي بهدول الريزوليوشن، تكون احسن عن الشخص اللي كان قبل. صحيح السنة. خلينا نقول انه هذا تقليد انه كل سنه نحن بننقي ريزولوشنز لازم نمشي فيها لسنه كامله مع بدايه كل سنه، بيقعد الشخص نفسه انه يكون عم يلتزم بهدول الوعود لحتى يحسن نفسه للافضل. خلينا نعطي افكار للعالم هيك، بعض الافكار شو فيهم يعملوا. باكيت ليست اللي هو ليست بيعملوها العالم، بحطوا فيها مشاريع وين لازم يروحوا، شو لازم يعملوا حتى اكيد يكونوا عم بيعيشوا افضل، يغامروا، يعيشوا الحياه، لانه صحيح هو. نخفف استعماله، ندمن على السوشيال ميديا خاصة هلأ انه كتير ادمنا، ومن بعد ما فيسبوك مثل ما ذكرت وقف لكم ساعة، فانه بتحس حياتنا كأنه وقفت، انه تعلقنا بالسوشيال ميديا يعني برغم هالتطور اللي عم بيصير ما نتكل كله على السوشيال ميديا وعلى التطور والتكنولوجيا.
صحيح الأشياء القديمة ما فينا نستغني عنها، ففينا نبلش بالسنة الجديدة أنه هيك أكيد. نخفف شوي، يكون عنا نعمل ممارسات صحية مثل ممارسة الرياضة، شرب الماء الزيادة، نكون عم نعمل فحوصات دويمة عند الحكيم مثلا كل 6 أشهر كل 3 أشهر، أكيد اللي بعد ما أخذ اللقاح ياخذ اللقاح، ونكون أيضا عم نعمل ممارسات للدماغ مش بس للرياضة، نكون عم نقرأ أكثر ونتثقف أكثر، فهدول كمان عادات وريزولوشنز فينا نكون عم نبلش نعملهم. فينا نكون عم نزيد أكثر من وقتنا مع العائلة مع رفقاتنا، لأنه كتير مهم أن الواحد يقعد مع عائلته يقعد مع رفقاته، العائلة أولوية صحيح، فيعطيهم أولوية يعطيهم من وقته، يعني قرارات بسيطة سلسة مهضومة فينا نحن نعملها أنا أنت وحتى المشاهدين، سواء ما بتاخذ من وقتهم شيء كان للعائلة عن وأهدافنا كيف لازم نحققها، ونكون صحيح. شخص مثل ما ذكرت قبل أنه نكون أفضل من الشخص اللي فينا نحن اللي كنا من قبل. معايدات وصلنا للآخر، شو بتحب تعايد المشاهدين؟ أكيد بحب عايدك وبتمنى لك كل الخير على صعيدك الشخصي المهني، أكيد عائلتك تضل بصحتها وأنت تضلك بصحتك، نضل عم نعمل حلقات حلوين ويحبونا العالم أكيد، وبتشكر قناة مريم تيفي اللي عم تنقل هالصورة الحضارية للبرامج يعني والمواضيع الغنية والمتنوعة والمعلومات صحيح. الإيجابية اللي عم تنشرها. أنا كمان بضيف على زميلتي سامية مشاهدينا وبتمنى لكم سنة كتير حلوة أحسن من اللي قبل بكتير، ومثل ما دائما بقول لكم حبوا بعض وضلكم حبوا بعض على سنة 2022 ولآخر العمر. Think positive والله معكم.